الله تبارك الله. هيثم هيثم، اول ما بدا قلت الانسان هذا ورط نفسه بالطبقه. انت عبد الرحمن، عبد الرحمن معلش، المنشدين اللي يعني الكل اول ما بدا حتى اتكلم جاد قلت له اوقفه، لانه وجود المونيترات مره مهم على المسرح عشان المنشد يسمع نفسه. حتى انا ماني سامع زين. اي الشاهد هو اضطر انه يرفع الطبقه عشان يسمع نفسه. حلو. فوق هذا كله رغم انه رفع الطبقه انا ماسك قلبي انه ممكن يجيبها ورا. ما شاء الله ما شاء الله. افا يا هيثم انا قاعد اقول لك في الفيديو. الله 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 لا ما شاء الله كل واحد يجينا ثقته اكبر من الثانيه. الله الله عبد الله الله ما شاء الله. الله يحرسك والله يحميك وباذن الله باذن الله نشوفك في مكان تفرح فيه. هيثم ها يا استاذ يقول يا اخي لوموني في الادب. اذا سالت عن الابداع من اين يسرق؟ الله اجبتك وقلت في لابس الازرق. يا الله 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 كتيب. طيب اتمنى من الاخوان في الكنترول يسمعوا النصيحه اللي قالها هيثم ويرفعون صوت المونيترات. هيثم حبيبي يجيبون مونيترات. يجيبون مونيترات يا جماعه، القاده يبغوا مونيترات، جيبوا لهم مونيترات، ايش يمنعنا؟ المهم هيثم تعليقك يا قلبي. يعني عارف الظروف وعارف كل حاجه، بيض الله وجهك اللي قدمته شيء يشرف. الله ويندل فانما يدل على واحد متمرس فاهم ايش قاعد يسوي. الله باذن الله يعني فالك التوفيق باذن الله في البرنامج ومن الاسماء اللي تراهن عليها باذن الله. يعني تتوقع يوصل النهائي؟ هذه علمه عند الله، لكن على اللي نشوفه مو النهائي، على الجائزه ان شاء الله. اوه تصريح خطير. مرشح للجائزه هذه الكلمه من هيثم. يا رب فان شاء الله حيعطيك يعني تقييم اتوقع جيد. شكرا عبد الله، يعطيه الف 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 عافيه.